أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن إعلام ميليشيا الحوثي عودة العلاقة مع إيران بشكل رسمي وتعيين ممثل وسفير لها في طهران. إذن رسميا إيران تعترف بسلطة ميليشيا الحوثي في صنعاء غدا إعلان الحوثيين تعيين سفير ومفوض لهم في طهران. جاء ذلك في خبر نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وهو ما اعتبرته الحكومة انتهاك سافر للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد كشفت في وقت سابق عن اجتماع عقد في مقر الخارجية الإيرانية ضم وفدا من ميليشيا الحوثي ومسؤولين إيرانيين وأوروبيين لبحث الأزمة اليمنية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: أبعاد قيام ميليشيا الحوثي بتعيين ممثل لها في طهران، واعتراف إيران بحكومة الحوثي بشكل رسمي، وما هي خيارات الشرعية والتحالف بعد هذه الخطوة. تحضيرات لعودة البعثة الإيرانية لصنعاء وانتقال للتحرك الإيراني الداعم لميليشيا الحوثي من الشكل الخفي إلى العلني بعد إعلان الحوثيين عودة العلاقة الدبلوماسية مع إيران وقبول طهران بممثل لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً. بعد يومين من لقاء وفد الحوثي المرشد الإيراني علي خامنئي، أعلن الحوثيون تعيين مدير قناة المسيرة إبراهيم الديلمي ممثلاً لهم لدى إيران في خطوة جديدة تظهر التبني الكامل للجماعة من قبل نظام طهران لتصبح إيران أول دولة تعترف بهم منذ الانقلاب على الشرعية. زعيم ميليشيا الحوثي وفي خطاب متلفز بثته قناة المسيرة التابعة للجماعة قال إن زيارة الوفد الحوثي لطهران تأتي في سياق التمهيد لعودة التمثيل الدبلوماسي والعلاقة بشكل رسمي، وأعلن عن تنشيط 70 اتفاقية تعاون مشترك بينهم وبين طهران. وهذه الزيارة هي تأتي في التمهيد في سياق التمهيد لعودة العلاقة مع الجمهورية الإسلامية على المستوى الرسمي وأيضاً على مستوى التمثيل الدبلوماسي. وفي الوقت الذي لم يتوقف فيه الدعم العسكري للحوثيين منذ بداية الحرب وما قبلها، تعود إيران لحشد الدعم السياسي والدبلوماسي لهم أيضاً بعد عقدها اجتماعاً ثلاثياً ضمها والحوثيين وأربع دول أوروبية في مقر الخارجية الإيرانية، وذلك لإجراء مباحثات حول ملف الأزمة اليمنية. الاجتماع جاء على ضوء الأحداث في الجنوب وانقلاب المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً على الحكومة الشرعية والسيطرة على قصر المعاشيق الرئاسي، بالإضافة إلى تصاعد هجمات الحوثيين ضد المنشآت والمطارات السعودية بعد استهدافهم مؤخراً حقلاً ومصفاة نفطية في السعودية قرب الحدود مع الإمارات. تحركات سياسية ودبلوماسية جديدة إذن تقوم بها ميليشيا الحوثي وتجدد لخارطة التحالفات في المنطقة، وأمام كل ذلك تبقى الحكومة الشرعية فاقدة للفاعلية ومغيبة بإرادة التحالف كما يقول مراقبون. إذن من جديد أهلا بكم مشاهدينا، وأبدأ النقاش مع ضيفنا من مأرب ينضم إلينا الباحث في الشأن الخليجي والسياسة الإيرانية عدنان هاشم. أهلا بك أستاذ عدنان. أهلا وسهلا بك عزيزي وبالمشاهدين الكرام. بداية، ما هي أبعاد اعتراف إيران بميليشيا الحوثي وقبول تعيين سفير لديها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باعتقادي أنه عدة أبعاد تتعلق بدبلوماسية الحوثيين التي يبدو بأنها تحاول تحقق نجاحا ملموسا مع حدوث الانقلاب في عدن، وأيضا هو واجهة دولية بأن هناك دولة تعترف بهم في المنطقة حتى لو كان هذا الاعتراف ضد القرارات الدولية. هناك بعد آخر متعلق بالداخل الإيراني. إيران تحاول أن تقدم نفسها للمجتمع الإيراني بأن جماعة الحوثيين هي جزء لا يتجزأ من محور المقاومة الداعم لإيران في المنطقة، وبإمكان إيران استخدامها من أجل مواجهة السعودية وشن ضربات كبيرة وعميقة داخل الأراضي السعودية بما يخدم إيران ويفك العزلة الاقتصادية التي تعاني منها مع استمرار التوتر في مياه الخليج. طيب أستاذ عدنان، ما الذي يعنيه الآن خروج علاقة إيران بالحوثيين من السر إلى العلن؟ العلاقة هي كانت في العالم منذ مدة طويلة. خلال السنوات الثلاثة الماضية كانت إيران تعقد اجتماعات متواصلة مع أربع دول في الاتحاد الأوروبي، بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، تتعلق
بمناقشة خاصة بالملف اليمني وعلاقة بريتفا كانو الإيراني ومحاولة الاتحاد الأوروبي الضغط على إيران من أجل التقليل من سياسة الدخولية في اليمن والضغط على جماعة الحوثيين. باعتقادي بأن الظهور بهذه الطريقة هي العلن هي تستند إلى ما حدث في عدن ومن انتهاك كبير للشرعية اليمنية وفقدانها التوازن الذي كان موجود بالاعتراف الدولي الخاص بها، بما أن أهداف التحالف قد تحولت من دعم الشرعية وعادة إلى صنعاء إلى إسقاطها في محافظة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. طيب أستاذ عدنان، ما الذي قد يترتب عليه أن العلاقة أصبحت بشكل علني ورسمي ما بين الإيرانيين والحوثيين؟ توضح لأن هناك دور أكبر في خلال المرحلة القادمة، جزء من الأسرع الإقليمية المتواصل من وجهة النظر الإيرانية أمام وجهة نظر الحوثيين بأنهم يؤكدون بأنهم جزء من محور أكبر وأنه لا يمكن أن يخرجوا من هذا المحور من أجل استمرار الدعم الدولي من الدعم الإيراني وتنظيم حزب الله وأيضا الجماعات الشيعية المترامية في العالم واستمرار الدعم بالمال والسلاح. باعتقادي بأن هذا سيعطي انطباعا كبيرا حول طبيعة المرحلة القادمة بأن الشرعية وتحالفاتها في المنطقة تتضاعف وتنهار بينما إيران والحوثيين تقويان علاقتهما بشكل أكبر. طيب كقراءة لك من حيث التزامن والتوقيت، يعني اللقاءات التي تمت مع السفراء الأوروبيين في طهران وأيضا زيارة الوفد الحوثي إلى هناك وإعلان تعيين سفير وممثل الحوثيين، هناك عدة دلائل تشير إلى أن هذا التحالف الحوثي الإيراني هو مستمر في التطور، مستمر في ظهور جماعة الحوثي كجماعة تابعة لإيران، في وضعية الحكومة الشرعية التي تبدو مهزوزة بشكل كبير وضعيفة بعد الانقلاب في عدن. المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لم يسبق أن قابل متحدث باسم جماعة في الشرق الأوسط، هذه هي المقابلة الأولى له. ظهورها إلى العلن بهذه الطريقة يشير إلى أن المرشد الإيراني يدعم جماعة الحوثيين دعما كاملا، بمعنى أن الحرس الثوري الإيراني سيدعم الجماعة بشكل أكبر بالسلاح بالصواريخ بالطيارات من طيار. لاحظ أنه عقب اللقاء خامنئي بمحمد عبد السلام والوفد المرافق له أطلق الحوثيين 10 طيارات من سيارات استهدفت حقل نفطي سعودي على الحدود الإماراتية. باعتقادي بأن هناك رؤية دولية أكبر وأوسع تتعلق بوضع الحوثيين كجزء لا يتجزأ من حكومة في الشمال، وأيضا إيران هي ترى بهذا المنظور. المنطقة تذهب باتجاه تفاهمات بينية بين الإمارات وإيران، قد تطغى بشكل أوسع وأكبر على تفاهمات أخرى في سوريا وفي لبنان وأيضا في ليبيا. طيب سأعود لك لنتحدث عن ملامح ومؤشرات هذه التفاهمات البينية أستاذ عدنان، لكن رحب بضيفنا من لندن الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد جمعي. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. برأيك ما الذي يعنيه تعيين ميليشيا الحوثي لسفير في طهران؟ طبعا يعني تعيين السفير يدل أولا على عمق العلاقة بين الحوثيين وإيران، يدل على جرأة في الاعتراف بجماعة أصلا غير معترف بها دوليا، يدل على أن إيران لا تترك حلفائها. لكن هناك نقطة مهمة ينبغي الإشارة إليها، أن وسائل الإعلام الإيرانية لم تقل أن إيران قبلت بالسفارة، وهذا هو الأتذاك الإيراني. وسائل الإعلام الإيراني نقلت عن وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن الحوثيين عينوا سفيرا لهم لدى جمهورية إيران. هذا هو الخبر الموجود على كل وسائل الإعلام الإيرانية، نقلوا عن وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما معناه أنهم إذا ما جيء لأن تحاسب إيران في محفل من المحافل لماذا قبلتم بسفير، يقولون نحن نقلنا أخبار الحوثيون هم الذين عينوا السفير. لكن لا يوجد على وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن إيران قبلت بهذا السفير. طبعا السفير سيذهب إلى طهران بكل تأكيد، لكن لكي تحمي إيران نفسها من أنها تعترف بجماعة انقلابية فإنه لم يصدر عن أي مسؤول إيراني أن إيران رحبت
سفير حوثي. لأن هناك دكتور محمد يبدو أن هناك ستكون خطوات تالية، مثلا أن تسلم له مقر السفارة والمقرات التابعة، كل المقرات التابعة للسفارة اليمنية الخارجية اليمنية في طهران يعني مثلا. كل ما يمكن أن يقوم به السفير وكل ما يمكن أن يحظى به السفير سيحظى به هذا السفير الدائمي الجديد في إيران. هذا صحيح، لكن الإيرانيين يعني لا يريدون أن يظهروا بأنهم اعترفوا بشكل رسمي، فلم يظهروا بأنهم استقبلوا سفيرا أو أنهم اعترفوا بسفير أو أنهم استقدموا سفير. والخبر نقل عن وكالة سبا الخاضعة للحوثيين، لكن هذا طبعا لا يغير في حقيقة الأمر شيئا. هم قبل أن يأتي إليهم السفير وبعد أن يصل إليهم السفير سيظل الدعم الإيراني مستمرا للحوثيين، وهم دعم الحوثيين من قبل أن يكون هناك أي سفير أصلا، ودعم الحوثيين وكان السفير لا يزال السفير الموجود ممثل الحكومة اليمنية قبل أن يرحل في حينه. وهل يمكن يعني دكتور محمد للحوثيين أن يقدموا على هذه الخطوة وتعيين سفير دون التشاور وأخذ الموافقة من الإيرانيين، خصوصا أن الخطوة تزامنت مع لقائهم بسفراء أوروبيين برعاية إيرانية في طهران؟ هذا كلام مؤكد. يعني الإيرانيون هم يعني لا يحتاجون إلى سفير لدعم الحوثيين، هذا أولا. وهذا إجراء شكلي، تعيين السفير هو لن يزيد ولن ينقص من حجم الدعم الإيراني المتدفق على الحوثيين، لكن هذه رسالة سياسية. الأعمق كذلك ما ذكرته أنت من أنهم يعني رتبوا اللقاء بين وفد الحوثيين وسفراء كل من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا هناك في طهران، وهذا نوع من الدعم الدبلوماسي الذي تتوخى إيران من خلاله إيصال صوت الحوثيين إلى الدول الفاعلة، وخاصة من يقتربون من الموقف الإيراني في أوروبا مثل الألمان والبريطانيون إلى حد ما. يستغل الإيرانيون بالطبع الصدع أو التصدعات الموجودة بين السياستين الأمريكية والأوروبية فيما يخص الملف النووي الإيراني وفيما يخص الأحداث الأخيرة في اليمن، يحاولون أن يستغلوا ذلك من أجل النفاذ إلى أهدافهم في إيصال صوت الحوثيين على أساس أنه الصوت الذي يمثل اليمن، مع كل ما يمكن أن يقال في ذلك من حرج يمكن أن يواجهوا أو تواجهوا تلك الرؤية، لأن الحوثيين لا يمكن أن يتم الاعتراف بهم من قبل المجتمعات تتبنى الطرح الديمقراطي على اعتبار أنهم لم يأتوا إلى السلطة بانتخاب، ولا يزال الموقف الرسمي في كل دول العالم أن الحوثيين جماعة انقلابية وأنهم لا يمثلون اليمن. طيب هذه اللقاءات والأحداث علاقتها دكتور محمد بما حدث في عدن مؤخرا؟ طبعا للأسف الشديد ما حدث في عدن مؤخرا يعني صب بشكل مجاني في جيوب الحوثيين بدون أي أن يدفعوا أي ثمن، بدون أن يبذلوا أي جهد. أي زعزعة لاستقرار المناطق المحررة يتصب لصالح الحوثيين، لأنهم يظهرون على أنهم هم الأكثر انضباطا والأكثر أمنا، والمواطنون لديهم يلعبون بالأمن والأمان والدولة متواجدة، في حين أن الدولة في المناطق المحررة غير متواجدة وهناك تجاذبات وصراعات وكما يسمونهم المرتزقة يقاتلون بعضهم بعضا. فهذه الصورة كرسها ما جرى في عدن. هناك أيضا يعني نقطة يجب التنبه إليها، أنه الانقلاب في صنعاء أدى إلى أحداث التمرد التي حصلت في عدن، والتمرد الذي حصل في عدن يصب في مصلحة الانقلاب في صنعاء، وبالتالي ما جرى في صنعاء وما جرى في عدن حدثان يتخادمان إنجاز التعبير، يخدم كل منهم الآخر. المجلس الانتقالي قدم الخدمة الأكبر عن قصد عن غير قصد، هذا شأن آخر، الخدمة الأكبر للحوثيين. كما أن الحوثيين بطرحهم الطائفي والعنصري واستهدافهم للجنوب واستهدافهم بشكل مستفز لمناطق الشرعية وخاصة المقاتلين الذين يقاتلون في صعدة والذين يقاتلون في الساحل الغربي وهم من الجنوب، يفهم ذلك على أساس أنه نوع من الضرب على الجنوبيين، وبالتالي يقدم الحوثيون بخطابهم الطائفي الخدمة الأكبر للمجلس الانتقالي ليقول نحن لا يمكن أن نكون في وحدة مع بلد يحكمه هؤلاء. إذن هي منظومة من العلاقات تخدم فيها الأطراف التي تبدو متناقضة
تخدم بعضها بعضها بعضا. لكن دكتور محمد الوحدة هي ليست مع الطرف الانقلابي الحوثي صاحب الخطاب الطائفي، هي مع الحكومة الشرعية الممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي والتي تحظى برعاية من المجتمع الدولي. نعم، لكن هم الآن يقولون، يعني طبعا نحن لا نقر بهذا الطرح، لكن هم في المجلس الانتقالي يطرحون أن الذي يحكم المحافظات معظم المحافظات في شمال البلاد هم الحوثيون وليس حكومة الرئيس هادي، وبالتالي نحن لا يمكن أن ندخل مع الحوثيين في 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 وحدة. والحوثيون بهذا الطرح بهذا العمل يخدمون الانتقاليين، كما أن الانتقاليين بسيطرتهم على عدن وطردهم للشرعية اليمنية يقومون بالعمل ذاته الذي قام به الحوثيون. وهنا يقول الحوثيون أو سيقولون للعالم، العالم يكيد مكيالين، لماذا يتعامل معنا على أساس أننا انقلابيون بينما لا يتعامل مع الطرف الآخر على أساس أنه انقلابي وهو قام بالفعل ذاته؟ وبالتالي ما قام به الانقلابيون في عدن هو يحرج الدول التحالف العربي بالمقام الأول، لأنه يضعه أمام السؤال الجوهري، لماذا لا يعامل متمردو عدن كما تم معاملة متمردي صنعاء؟ هذا سؤال محرج للغاية للإمارات والسعودية. طيب، من وضعهم في ذلك الحرج؟ المجلس الانتقالي. طيب سأعود لك دكتور محمد واستاذنك بالبقاء معنا، لكن وراح يشرك معنا بالنقاش من واشنطن من العاصمة الأمريكية تنضم إلينا الكاتبة الصحفية هديل عويس. أهلا بك أستاذة هديل. نعم أهلا، شكرا لك. بداية قراءتك للتطورات الأخيرة والمتمثلة بإعلان ممثل للحوثيين في العاصمة الإيرانية طهران واعتراف طهران بحكومة الحوثيين بشكل رسمي بعد أن كانت العلاقة ربما لفترة طويلة سرية. نعم طبعا، كانت محرص طهران على أن تبين للعالم أن الحوثي ليس ميليشيا إيرانية مثل ما هو حال حزب الله والميليشيات العاملة في العراق، ولكن في نهاية المطاف هناك يعني وضع بين أوروبا، دول أوروبية والولايات المتحدة، يدفع أوروبا لسلك مسار آخر مختلف عن سلوك واستراتيجية إدارة الرئيس ترامب تجاه إيران وتجاه ميليشياتها. ولكن هذا لا يعني أبدا أن الدول الأوروبية منحازة إلى إيران أو متاحة لنشاطاتها ونشاطات الميليشيات الحوثية، على العكس، الدول الأوروبية بسبب واقع قربها من المنطقة وبسبب أنها تأثرت من الحروب التي شنتها إيران عبر ميليشياتها في الشام وفي العراق وفي كل هذه البلدان، وهذا أغرق الدول الأوروبية باللاجئين وبالأزمات. الدول الأوروبية تهتم بشكل كبير وترى الخطر الإيراني وخطر الزعزعة في الاستقرار الذي تقوم به إيران هو أكثر ضررا لها من واشنطن، لذلك هي عندها مقاربة مختلفة، تحاول أن تتواصل وتتحاور مع إيران مباشرة، مثل ما الآن نجد مثلا واشنطن تتحاور مع طالبان. هذا ليس اعتراف بطالبان وليس انحياز لطالبان، ولكن محاولة للتوصل إلى حلول عبر المفاوضات. ونرى أن الدول الأوروبية مثلا لا تستقبل ممثلين الحوثي رسميا في عواصمها جرى الاجتماع في طهران. تمتلك الدول الأوروبية مقاربة مختلفة عن واشنطن تريد حل هذه المشكلة. حتى ملف النووي الإيراني ترى أوروبا نفسها متضررة أكثر من واشنطن منه، ترى أن رئيس ترامب يقوم باستراتيجية تجاه إيران أكثر يريد منها مكاسب سياسية، أما أوروبا تريد أن حلول فعلية وإنهاء فعلي للمشكلات. أيضا أوروبا مقتنعة بأن المملكة العربية السعودية ليست لا تريد الحرب لأجل الحرب، ليست الحرب هي الهدف في اليمن بحد ذاتها، هي فقط وسيلة لدرء عامل خطير جدا على كل الأمن القومي لشبه الجزيرة العربية ولكل المنطقة. بينما يقتنع أيضا العالم الغربي أن إيران تجد في الحرب في اليمن وتجد في الحوثيين وتجد في انعدام الاستقرار في اليمن هدفا بحد ذاته. فمثل ما وجدنا إيران تمكنت من زعزعة الاستقرار ومن ضم عواصم عربية كثيرة إلى نفوذها وإلى تخريبها وإلى خلط الأوراق فيها من سوريا إلى لبنان إلى العراق، بينما بقيت دول المنطقة الخليجية دول مستقرة، دول نرى أنها تملك الآن مشاريع نهضوية، مشاريع تمتد إلى يعني أمور خاصة حتى بترفيه النهوض الاقتصادي. وبالتالي مقتنع هو العالم الغربي بأن السعودية لا تريد الحرب لأجل الحرب في اليمن، ولذلك الآن نرى approach أو استراتيجية ومقاربة مختلفة من الأوروبيين، وهي تحدث مباشرة. طيب سنتحدث عن إذا كانت هناك مقاربة جديدة لصانع القرار في الولايات المتحدة بعد هذه التطورات. أعود لك أستاذ هديل، أعود مرة أخيرة للأستاذ عدنان هاشم. أستاذ عدنان، أشرت إلى وجود ربما تباينات أو تفاهمات بينية كما قلت
اليوم في الحدث اليمني والعلاقة الإقليمية بذلك، ما ملامح طبيعة هذه المرحلة الجديدة؟ باعتقادي بأن إيران، بداية يجب أن أعلق على ما سبق، باعتقادي بأن إيران ستعيد سفارتها في اليمن إلى تمثيل دبلوماسي أكبر وتمثيل دبلوماسي كامل. الصحافة الناطقة بالفارسية تتحدث اليوم بأن هناك احتمالية كبيرة، أم تلمح لأنها احتمالية كبيرة لإعادة السفارة الإيرانية للعمل بطاقمها الكامل، ما إعادة فتح السفارة اليمنية بعمل كامل خلال الفترة القادمة. أما من جهة التخادم، هناك حديث إعلامي أو تقارير تضم إليها مصادر من الحكومة اليمنية بأن الإمارات وإيران قد اتفقتا على مجمل الأوضاع في المنطقة، من بينها التخادم بشأن اليمن وأيضا عملية الانقلاب في عدن. بغض النظر عن ذلك، إن كان هناك تواصل أو اتفاق، فإن ما تقوم به دولة الإمارات من خلال دعم الميليشيا الانتقالي في عدن هو خدمة كبيرة لإيران. تحدثت الصحافة الإيرانية بأن هذا الانقلاب الذي حدث في عدن هو انقلاب بالنعمة لإيران وللحوثيين، باعتبار بأن هذا الانقلاب خدم الجماعة المسلحة، واعتبر وجود انقلاب في عدن ينقض وجود الانقلاب في صنعاء، ويعتبر الحديث عن وجود أطراف متناحرة في اليمن هو أمر واقع لا محالة. أيضا فرض سلطة أمر واقع في عدن على المجتمع الدولي أو على الحكومة الشرعية هو يشبه تماما ما فرض الحوثيون في صنعاء في سبتمبر قبل أن يتدخل التحالف العربي وقبل حدوث الإعلان الدستوري بعد أن قدم الرئيس عبد المنصور هذه الثقلة إلى البرلمان ثم عدل عنها. باعتقادي بأن الفترة القادمة ستشهد تحولا كبيرا في العلاقات بين الدول، الدول المشتركة في التعاون الخليجي ستخضع لاختبار كبير. إيران والإمارات بدأتا بالتحدث علنا حول علاقاتهما وإعادة العلاقة الاقتصادية رغم العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن حق الإمارات باعتقادي بأن تفتح علاقات جيدة مع إيران باعتبار بأن اقتصادها ينهار وأنها بحاجة إلى تأمين مياه الخليج من أجل استمرار اقتصادها غير الريعي. في نفس الوقت الاتحاد الأوروبي هو يبذل جهودا من أجل وقف التوتر في المنطقة، يحاول خدمة مصالحه خارج منظومة التشفي الأمريكية والسعودية. خلال الفترة القادمة سيحظى الحوثيون باعتراف أكبر، المجتمع الدولي سيجد قبولا للحوثيين، وباعتقادي بأنه سيتحدث أكثر حول وجهة نظر الحوثيين وتضمينها بعكس الحكومة الشرعية التي دعبت التحالف خلال الفترة الماضية على عرقلتها وإعاقتها من خلال الميليشيات المسلحة التي أسسها خلال سنوات الحرب. أشكرك جزيلا أستاذ عدنان هاشم الباحث في شأن الخليجي والسياسة الإيرانية، وأعود بسؤال آخر للدكتور محمد جمح من لندن. دكتور محمد، إذن في إطار عملية التحشيد والدعم والتسويق الذي يقوم به الإيرانيون للحوثيون، ماذا عن داعمي شرعية الرئيس هادي اليوم من الخليجيين والعرب؟ أين هم وما موقفهم وهل لهم من دور فيما يحدث؟ هو أخي العزيز، أنا أعتقد أن الحرب في اليمن عندما بدأت إذا ما نظرنا لأسبابها هي حرب كانت مشروعة ضد انقلاب، هناك انقلاب حصل، هذا الانقلاب أدانه العالم ورفضه العالم، ويعني شرعت إنجاز تعبير هذه الحرب وطنيا برسالة من رئيس منتخب ودوليا بقرارات دولية وباركت الجامعة العربية والأمم المتحدة. فهي من حيث المبدأ هي حرب من أجل إحقاق حق وإعادة حق وإعادة الدولة وإعادة الشرعية، هذا هو الأصل فيها، ولا يختلف على ذلك اثنان بأن الأصل كان ذلك. لكن الإشكال لم يأتي من أصل الحرب ولم يأتي من سبب الحرب ولم يأتي من الهدف، إنما الإشكال جاء من سوء إدارة هذه الحرب. سوء إدارة الحرب هو الذي أدى إلى كل ما نتج عنها من نتائج، سواء على مستوى منشنة بعض القوات العسكرية التابعة للحكومة مثل ما رأينا الأوضاع في عدن، أو على مستوى ضعف الأداء الحكومي أو على مستوى ضعف الأداء العسكري. يعني كل هذه الإفرازات هي نتيجة لسوء إدارة الحرب، لسوء إدارة ملف الحرب الذي نتج عنه سوء إدارة أيضا على الملف الإنساني والإغاثي على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الأمني كذلك، كلها حلقات تؤدي الحلقة إلى الأخرى. ووصلنا في الأخير إلى هذه المرحلة التي كنا نحذر منها، من أن طول فترة الحرب سيؤدي إلى التمزق، تمزق ليس على مستوى بنية الدولة
كما هو حاصل، وإنما على مستوى نسيج المجتمع. هذا هو الأخطر. اليوم هناك حالة من الاستقطاب الطائفي والمذهبي، هناك حالة من الاستقطاب القبلي والاستقطاب الحزبي والاستقطاب الشطري والجهوي. هذه كلها إفرازات لسوء إدارة الحرب التي أدت إلى إطارتها، مما أدى إلى هذه النتائج التي نحن أمامها الآن. هل يعني ذلك أن 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 أن, أن هذا أو هذه الحالة هي نهاية المطاف؟ لا بالطبع. لا يزال في مقدور التحالف العربي أن يعمل الكثير، لا يزال حتى في مقدور الشرعية اليمنية الورقة الأقوى وهي ورقة الشرعية، ولا يزال في مقدور الرئيس هادي ذاته الشيء الكثير اللي يعمله من أجل أولا تصويب العلاقة بين الشرعية والتحالف، ثانيا تصويب الأوضاع وتطبيع الأوضاع في داخل المناطق المحررة بدءا بالعاصمة المؤقتة عدن التي شهدت مؤخرا تمردا ضد سلطة الرئيس اليمني عبر المنصور هادي. وأنا أعتقد أن هذه ينبغي أن تكون الأجندة التي يفترض أن يبحث فيها اجتماع جدة أو الرياض الذي دعيت إليه الأطراف المختلفة في الشرعية اليمنية، المجلس الانتقالي والحكومة من أجل مناقشتها. يجب أن يصار إلى تثبيت وقائع معينة كلها تصب في مصلحة الشرعية. أشكرك دكتور. أن يعاد النظر فيما جرى في عدن على أساس أنه أحداث داخلية يجب أن يتم معالجتها بسرعة، لأن عدم معالجتها يعني أنها تصب في مصلحة الحوثيين. أشكرك جزيلا دكتور. على مدى الفترة القادمة الحكومة الشرعية من مواجهة الانقلاب في صنعاء. أشكرك جزيلا دكتور محمد جمعي، كنت معنا من لندن. وأختم مع ضيفتنا من واشنطن هديل عويس. أستاذة هديل، بعد هذه التطورات في العلاقات الإيرانية الحوثية وإعادة فتح السفارات وما إلى ذلك، هل نتوقع أن يكون هناك موقف جديد من الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا يعني أكيد واضح هو موقف الولايات المتحدة. الاستراتيجية رقم واحد للسياسات الخارجية عند إدارة الرئيس ترامب هي محاولة تغيير سلوك النظام الإيراني. أصلا الإدارة خرجت من اتفاق نووي ليس فقط لأجل البرنامج النووي، كان هناك هدف أساسي وهو وقف السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار وتسليح الميليشيات. والحوثي أحدها، وربما في مقدمة هذه القائمة، لأن الحوثي يتعرض لحرية الملاحة وترتفع وتتعاد أسعار النفط لعدم الاستقرار، وهذا يضرب أيضا ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي، وهذا ما لا يريد الرئيس ترامب. أيضا الحوثي يستهدف دولة حليفة وهي من أهم حلفاء الولايات المتحدة وهي السعودية في المنطقة، وهذا الأمر يعني يقلق الولايات المتحدة. بالتأكيد لم يكن هناك أي انفتاح أمريكي لا في عهد رئيس ترامب ولا أعتقد حتى في عهد أي رئيس ديمقراطي إذا كان هو من فاز في الانتخابات القادمة على الحوثيين أو على النظام الإيراني بشكله الحالي. ولكن واشنطن أيضا تريد حل الأمور بطرق سلمية، وتعتبر الحوثيين جزء من نسيج المجتمع اليمني، تريد أن يكونوا نشطين وفاعلين سياسيا داخل هذا المجتمع كجماعة يمنية فقط وليس كجماعة تأتي من أرمين طهران وتأخذ الشعب اليمني وأطفال اليمن كرهائن لأهداف السعودية. يعني بالنهاية الإنسان والمدني في اليمن هو الخاسر، وهذا ما تراه. ولكن أيضا واشنطن صحيح أنها تدعم الحكومة اليمنية وترفض زعزعة الاستقرار والانقلابات سواء في الشمال أو سواء زعزعة الاستقرار في عدن، ولكن لنكن صريحين، الواشنطن عندها أهداف رئيسية لا تتعلق بالحكومة الشرعية أو بغيرها. هي أهداف لا تريد اليمن اللي كانت إذن ينتشر فيه يوما واحد من أخطر فروع تنظيم القاعدة، لا تريد لهذه التنظيمات المتطرفة أن تأخذ قاعدة من اليمن. يبدو أن فقدنا الاتصال بضيفتنا من واشنطن. على العموم شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم الزميل محمد عبد المؤمن. بأمان الله.